بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة أن اقتناء تذاكر مباراة العودة ستكون مجانية بالنسبة للمناصرين الذين تنقلوا إلى الكاميرون، توفد المناصرون إلى وكالة السياحة وأصفار الجزائر لاستلام تذاكرهم. وزعنا كل التذاكر عبر وكالة السياحة وأصفار الجزائر حسب التسجيلات. يعني احنا التنظيم كان كيما جاء المناصر يتوجه للوكالة يسجل، وين يسجل يدي التذكرة تاعو تاع الملعب باش يشوف المقابلة. يعني هنايا رانا في لا ديريكسيون جينيرال، كيما راكم تشوفوا العملية تجري في ظروف عادية بسلاسة، توتي اورغانيزي بار فول. المناصرون استحسنوا هذه المبادرة التي جرت في ظروف تنظيمية محكمة، مؤكدين أن التأهل إلى المونديال سينسيهم مشقة سفرية الكاميرون. يا خويا بارك الله فيهم، نشكرهم، سيتي رابيد جينا ما طولنا ما والو، ان شاء الله نديروا ان بون ريزلت هنا خاصة هنا في تشاكر. ولا غير قرار كما يقول لك فرحنا به، باسكو الجميع اللي راحوا عارفوا واش تعبنا في الكاميرون، صافي سي بور ساك شغل تهنينا تسولاجينا. 1500 تذكرة تم توزيعها بمختلف وكالات تورين كلوب عبر كامل ولايات الوطن حتى تمكن المناصر الجزائري من مساندة رفقاء محرز في تحقيق حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.